السينما لا تعكس الواقع فقط، بل في كثير من الأحيان تغير هذا الواقع، مثلما حدث مع الفيلم المغربي القصير القانون لا يحمي العذارة. الفيلم تناول قضية الاغتصاب وكان سبباً في حذف جملة من القانون المغربي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من الفتاة التي اغتصبها، وبالتالي يكون الاغتصاب جريمة لا يمكن الإفلات من عقوبتها، كما جاء في الندوة التي أعقبت عرض الفيلم في مركز المخرج علي بدرخان للسينما بالقاهرة. احنا في مرحلة ثورة، وهذا الفيلم يعتبر فيلم ثوري، ثوري ان هو بيناقش قضية وبيطرح وبيطالب بالتغيير، وسينما مستقلة بالمعنى الحقيقي، انه عامل فيلم بأبسط الامكانيات، وعمل فيلم وعمل صرخة، وهذه الصرخة وصلت وأثرت، والحكومة غيرت من قانون العقوبات بتاع الاغتصاب هناك، وده شيء جيد يعني، فدور دور إيجابي للسينما. كاتب ومخرج الفيلم المغربي محمود فريتس قرر أن يأخذ على عاتقه إنتاج وتصوير الفيلم في يوم واحد عندما رفضت الحكومة تمويله. يرى السينمائيون بمن فيهم مخرج الفيلم الذي تواصل مع الندوة عبر سكايب أن معايير الإبداع الفنية للفيلم محدودة، لأن الهدف الرئيس كان الرسالة التي يحملها. أول بلد عمل سينما هو مصر. يا أنظمة العالم العربي، أفيقوا، فالنساء لسنا مجرد قوارير يجب فقط أن نترفق بهن، ولكن يجب أن نعترف بأنهن أنصاف مجتمع ولهن حقوق حقيقية. مش معنى أنها اغتصبت أنه فقط لغير استورها وارميها في حضن هذا المغتصب القاتل الأشر فعلا، الذي استطاع أن يسلب أعز ما فيها تحت ضغط وإكراه نفسي رهيب. يحكي الفيلم في 12 دقيقة قصة فتاة يجبرها أهلها على الزواج من الشخص الذي اغتصبها لتجنب الفضيحة، كما هو معروف في كثير من المجتمعات العربية، ما يدفع الفتاة إلى الانتحار. إيه الدافع اللي خلاه يحس إنه عايز ينتحر؟ إن هو مقتنع بالقضية، مقتنع إن هو كان جالس في يوم بيقرأ الجريدة لقى بنت، تخيل إنها بنته، يعني حط نفسه مكان إن هو أبوها، بنته اغتصبت، ماتت، حياة أسرة كلها بالكامل اتدمرت. بروح الفنان مسك كاميرته زي البندقية بالظبط وقال أنا هصور بفيلمي. أكيد طبعا السينما تقدر تغير أفكار كتيرة قوي وقضايا كتيرة لو ناقشناها واشتغلنا عليها. قدر في خلال يوم واحد يصور الفيلم كله ماجيك أور نهار فقط، وده بيبين قدرته الإبداعية فعلا على تصوير الفيلم. ربما يكون إنتاج هذا الفيلم ضعيفا، وربما يكون أيضا مفتقرا إلى اللغة السينمائية العالية، لكنه بلا أدنى شك يسلط الضوء على واحدة من أهم قضايا المرأة، ليس فقط في المغرب وإنما في الوطن العربي بشكل عام. كنت يا ولد عمها سمر بشات، العربية، القاهرة.